شغال ايه يالا؟ والله مش شغال. مش شغال؟ هو شارع عبد العزيز ناقص؟ اقعد شباب يا حسود. اهلا يا زيزو، طلع بطاقتك يالا، طلع بطاقتك على طول. في ايه يا عم مفتاح؟ خلصت الجيش ولا هربان؟ بتتكلم يا عم مفتاح، في حد سرق تاني في الشارع؟ بقولك ايه، ارفع ايدك، ارفع ايدك وبطل غلبه. النهارده في يوم انضباط. استغفر الله العظيم. يعني انتوا سايبين الشارع كله جايين تعملوا انضباط عليا انا؟ بطل لماضه يا زيزو. الضابط قاعد في العربيه وبيراقبنا. انت كان ممكن تبات في الحجز الليله دي. انا عاوزك تلبد في اي حته لحد بكره، فهمني؟ خد بطاقتك ايه وامشي. ماشي. البقاء لله، انا عرفت ان ابوك توفى. عرفت؟ عرفت. وما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ يبقى تعالى بكره اعمل محضر. يلا امشي بقى. كتر خيرك يا عم. يلا يلا. أبوك كان راجل مكافح يا زيزو، بركة فيك. عايز أعرف مين اللي سرق أبويا يا عيال. عايز أخد حقه من اللي سرقه وموته بحسرته. أبوك ما ماتش قتيل. أبويا مات. شاب روبك. إيه اللي عرفك؟ ليلتها كنت راجع من بروفا وكنت راجع متأخر. شفتهم بيحوموا حوالين الورشة، شكيت فيهم. أول ما شافوني راحوا عاملينني بمبالغة قوي واهتموا بيا وطلعوني لحد البيت وراحوا نازلين. بعد كده لما سمعت الورشة اتسرقت شكيت إن هما. مش واخد بالك هما مراقبيننا إزاي؟ الكاس ده بتاعك؟ في شريط؟ بس ده بتاع المسرحية. معاك في نسخة تانية يعني؟ معايا في البيت. طب أنا عايزه وهرجعه لك تاني. سلام. يا جدع انت ده، يا جدع ما زقتكش يا جدع. يا جدع انت بقى، بقول لك ما حصلش مني. عورك مش هتقعدي بقى في حياتك يا زيزو. المرحوم كان غالي علينا قوي. ايه ده؟ دي بطلة بكر. هو مات؟ تف ببعض يا شبرو. انا ايه ده؟ عايزين مني ايه تاني يا شبرو؟ هترن ليه من صباحية ربنا؟ حد الله بيننا وبينك يا زيزو، ده احنا بينا عيش وملح يا جدع. شوفوا بقى يا زبالة شارع عبد العزيز كله. اللي محدش عارف من امكم ولا يعمل لكم رجال. مفيش حراميه في المنطقه غيركم. والابره لو راحت بتعرفوا مين ضيعها ومين لقاها. يبقى نمشي عدل عشان نبقى حبايب وما نزعلش بعض. سلك يا اخويا. ايه؟ سلك كان ابويا بيعمل منه شغل عشان ياكل عيش بالحلال. الله يرحمه. استكترته عليه اللقمه. وموتوه بحسرته.
قلنا لك الله يرحمه. قسما بالله يا شبرو، إن ما قريت مين سرق البضاعة وراحت فين، لكون مكهربكوا ودفنكوا في قلب الورشة هنا. كده عيب يا زيزو، بضاعة إيه وورشة إيه برضه؟ يا زيزو عيب، ده إحنا كنا جايين ناخد فيك العزام توبيك الله يرحمه. أهو ده الكلام اللي يزعل. يا حبيبنا وبيدا قال لك إن إحنا زعلانين منك. يبقى تزعل يا روح أمك. إيه ده؟ هو زعل وحش يا فاكره؟ تمام. قول لصاحبك يا حبيبي. قول لصاحبك طعم الكهرباء إيه؟ أنا متعشي مش عايز. هتقول ولا لأ يا شباب؟ أقول على إيه يا زيزو؟ بقول لك جايين ناخد فيك العزا انت وابوك يا جدع، هو العزا كده في سن وبلدكو؟ اه زيزو هتقرا يا زيزو، هتقرا يا زيزو، هتقرا يا زيزو كده يا حبايب. وانا هسكت، ولو الكلام تمام ودخل الدماغ نبقى اصحاب، ولو الكلام ما عجبنيش هيبقى ده اخر كلام في عمركم. والتسجيل ده شاهد علينا ولا ايه يا روح امك؟ ما كانش العيش يا زيزو، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض يا جدع، ده احنا ولاد منطقة واحدة، ده احنا لو كنا سرقنا كان بان علينا يا جدع. انت مش مصدقنا برضه يا زيزو، العيش والملح ما نعرف حاجة عن اللي انت بتقوله ده. يبقى عجبتك الكهرباء يا حبيبي، يبقى عجبتك الكهرباء يا روح امك. اديله اديله وش الشاب، اديله وش الشاب يا زيزو. اديله 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 وش الشاب، ادوا لابوك 15000 جنيه يجيب بيها بضاعه عشان يقفل الغسالات وياخدوها يبيعوها منه. ابوك وضعه، ابوك وضعه على اصل امانه بالمبلغ كله. وبعدين اديله وش الشاب، راح لابوك وطلبوا منه 15000 جنيه اللي ادوها له. وابوك عندي له الصورة نسرق البضاعة عشان ابوك يبلع الطعم. والبضاعة راحت فين يا شباب؟ طب اطفي الزفت ده واحنا بنقول لك. البضاعة راحت فين يا شبرو؟ قنديل، قنديل هو اللي وصله لسرقها يا زيزو. وابوك، ابوك ما ضلوا عليها بوصل امانه، ولما خاف خاف عليه من الحبس. ابوك ما ضلوا على المبلغ دوت، ولما خاف عليك انت واخوك الصغير اداله تحويشه العمر ومات، ومات مفرفر من حسره. عايز حاجه تانيه يا زيزو؟ ادينا قلنا لك على كل حاجه. الله يخرب بيت اليوم اللي انت وابوك جيتوا فيه وفتحت ام المخروبه ده. خلاص خدت اللي انت عايزه، فكنا بقى الله يخرب بيتك. فكنا بقى يا زيزو، يا زيزو حلنا بقى يا عم. اقول لك اهو بلاش تفكنا، حلنا بقى خلاص. ابو حل روحكم. ما تنسوش تقفلوا الورشة وانتوا ماشيين. زيزو اعمل زيزو، طب اسيب لك المفتاح مع مين؟ ابوك. انزل فكني يا عم بتاع ما بتشوفش، افكك ازاي يعني؟ قد يا غبي ما تبقاش حمار، انزل فكني عشان افكك. طب فكني. طيب خلاص خلاص انا هتصرف، يلا بينا. يلا أصدق.